كم جيتوني في نهار راني بزاف ستريسي. نقول لكم يعطيكم الصحه اللي جيتوا حضرتوا لهذا ليفينمون. يشرفني انه تكون وجوه كيما نتوما هنايا. اي ساشي كو سي با فاسيل بور موا دو فير اون ديكلاراسيون ميتنو باسكو جو سوي سول ستريس. ان شاء الله لو ديكور يعجبكم, ان شاء الله نو انفيتي يعجبوكم, اي ان شاء الله سا سرا ان اندوا اللي مجميع انسان يحبني ولا مجميع انسان يحب يتلاقى مع ان ارتيست يتلاقاو هنايا كامل. مادام هي تكون ان ريستورون كي فا ريغروبي تو لي جون دو دومين. فوالا هذه هي مزاج جاني من تعديل المزاج, باسكو انا انسانه مزاجيه, نحب نروح لبلاصه باش نعدل فيها مزاجي, نحب نسمع موسيقى اللي تعدل لي المزاج, ناكل ماكله اللي تجيني طيبه, يعني كل حاجه فيها مزاجيه في الانسان. من هذا لاسورس هذه اللي جاتني اسم مزاج. تشوف فيها مغامره ولا تتحبي هذا المزاج؟ هي شوف هي ماشي مغامره, هي نحب المجال هذا, يعني كان لي فيه تجربه ديجا اولى وين يعني نقدروا دي فوا كي نديروا تجربه المره الاولى ما يكونش عندنا بزاف فيها الاكسبيريونس. درتها وماشي ما نجحتليش, يعني فشلت فيها وعاودت, يعني عاودت نط من ضرب جديد وعاود خممت انه لازم ندير ان ريستورون كيما كنت حابه انايا. جو ني با بيردو اسبوار اي لو بروجي هذا كمل على خير وان شاء الله يكون فيه اون كونتينيتي. فوالا سي تو, الله يسلمك. وتعاولي انه يكون ملتقى ايضا للفنانين. ماذا بيا يكون ملتقى للفنانين, كاين احسن من الفن؟ كاين. ماذا بيا يكون ملتقى للكتاب, ماذا بيا يكون ملتقى للصحفيين, ملتقى للسينمائيين, ملتقى للمؤلفين, ماذا بيا بوركوا با. اللي ماشي مال في يتلاقى مع حبيبه ولا مع صاحبه دائما في المجال يتلاقاو كامل هنايا. وان شاء الله يكون كما يقول لك افوتر غو لو ريستورون. ان شاء الله كي تذوقوا لا بوف من بعد نهضروا. ايكوت احنا عندنا يعني الشعب تاعنا يحب ياكل الاطباق التقليديه وكما يحب ياكل الاطباق الفرنسيه. يعني احنا معروفين نحبوا اللحم ونحبوا الدجاج ونحبوا المراقي ونحبوا لي صوص ونحبوا, احنا شعب دواق يعني فو دير سكيلوني. دونك انا درت مزيج من المأكولات انه في اوكور دو لا سيمين يبو يافوار دي تيم كوم يبو يافوار دي بلا اوروبيا, يعني اكلات فرنسيه. ولي ويكاند ان شاء الله سافا يتخ دي تيم مأكولات شرقيه, مأكولات يقدر يكون خميس مأكولة شرقيه, جمعه مأكولات جزائريه, الجمعه الجاي موراها مأكولات مغربيه, وعلى هلا خاص بالمزاج. هذه حسب المزاج, هذه هي. الله يسلمك, نعطيكم الصحه ونشكركم كثير. ميرسي بوكو.